يا مساء الفل ومساء النور على كل مشاهدين شباب شو وقناة الصحة والجمال في كل مكان وفي كل الوطن العربي. أهلا بيكم. النهاردة في فقرة نماذج مشرفة حابين نسلط الضوء على النماذج المشرفة المصرية اللي في كل الدنيا. طبعا غني عن التعريف دكتور أحمد زويل مشرفنا في كل العالم الله يرحمه. طبعا غني عن التعريف دكتور فاروق الباز مشرفنا في كل الدنيا. طبعا من النماذج المشرفة سواء يعني عايشين أو مش موجودين معانا دلوقتي الشهداء اللي راحوا فدا للوطن، دي طبعا نموذج مشرف، يعني المنسي الله يرحمه نموذج مشرف. النماذج المشرفة موجودة في كل حتة حوالينا، يعني مش شرط يكون عالم أو مش شرط يكون حاجة قامة معروفة، العامل البسيط اللي بيشقى وبيتعب علشان يأكل ولاده بالحلال ده نموذج مشرف. جيشنا الأبيض اللي واقف في مواجهة كورونا دلوقتي ده نموذج مشرف. كل حد بيتعب وبيسعى ورا حلمه فهو برضو نموذج مشرف ليه ولغيره ولكل الناس اللي حواليه، والنماذج المشرفة دي بتخلينا بنتطلع ليهم، بنبقى يعني بنبص لهم نظرة احترام وتقدير. دول الناس اللي بتقف، يعني بتقف لينا ان احنا بنتطلع لهم للأمل وبنبص لهم ان احنا بنبقى نفسنا ان احنا نوصل ليهم في يوم من الأيام. من النماذج المشرفة اللي احنا حابين نتكلم عنها النهاردة دكتور آدم إبراهيم ودكتورة سوزن وهبة. دكتور آدم ودكتور سوزن بيشتغلوا في أمريكا، حققوا نجاح كبير جدا في أمريكا، واحنا عملنا معاهم انترفيو، والانترفيو دي هنعرض منها دلوقتي فيديو صغير، فهنطلع نعرض لكم الفيديو دلوقتي واستنونا وهنرجع لكم. وعضو مؤسس في اي مايند اكاديمي، ايضا انا مستشار لمجموعه شركات بوب براكتور العالميه. استشاريه وباحثه نفسيه. بشتغل في مجال التدريب هنا في الولايات المتحده الامريكيه كمستشاره معتمده مع المدرب العالمي بوب براكتور. درست كاخصائي امراض صدريه لكن لقيت ده مش شغفي. لقيت ان الشغف الاكبر فعلا هو في البيزنس ورياده العمل، فدرست ماركتينج في واحده من اكبر الجامعات الامريكيه. اتدربت على ايد أكبر مدربين عالميين في مجال ريادة الأعمال والمال. بعديها أنا شخصياً حققت نتائج هائلة مع مشاريعي، ضعفت أرباحي لعشرات المرات، دخلت كشريك مع عديد من المشاريع لتطويرها، ساعدت العديد والعديد من الأفراد والشركات ومديرين تنفيذيين على تحقيق النتائج اللي هم عايزينها ومضاعفة أرباحهم من خلال خطط تسويقية خاصة، من خلال تدريب فريق التسويق والمبيعات على أعلى مستوى بكل منظومة سواء كانت كبيرة أو صغيرة. دربت أعضاء طاقم الخطوط الجوية في واحدة من أكبر شركات الطيران العالمية واللي تعتبر رقم واحد في العالم. أيضاً قمت بتدريب واحدة من أكبر الشركات الأمريكية اللي هي شركة لينكن أند فورد. قمت بتدريب فريق العمل فيها على رفع مستويات فريق العمل وأدائه، وأيضاً على مضاعفة المبيعات ومضاعفة الأرباح في الشركة. أنا بالفعل متحمس دايماً لمساعدة الأفراد والشركات على تحقيق النتائج اللي هم فعلاً عايزينها. قضيت معظم حياتي في الدراسة والاستثمار مع معظم المدربين العالميين ومدربين هوليوود، منهم اللي دربوا توم كروز، كيم كارداشيان، باريس هيلتون. عانيت من مشاكل شخصية ونفسية وعملية كتير جدا، وتعالجت بأدوية نفسية كتير جدا، بس للأسف علاج الأدوية ما نفعش معايا نهائي، بالعكس كانت الحالة بتتدهور وبترجع لورا. فقررت اني ادخل مجال التدريب والكوتشنج عشان اعالج نفسي بنفسي، وبالفعل حصل وعالجت نفسي بنفسي. ومش بس كده، بقيت اعمل مشاريع كتير ناجحه حول العالم. جمعت كل اللي اتعلمته ده في مكان واحد هو اي مايند اكاديمي. بدعم المراه جدا وبساندها ضد العنف، قلبا وقالبا مع المرأة المطلقة اللي عانت في حياتها.
مساندة لأي سيدة أعمال بتكافح في حياتها المهنية أو الشخصية، وبساعدها خطوة بخطوة لتحقيق أهدافها في العمل والحياة. بساعد الشباب الطامح بجد على تحقيق أحلامه، وبعمل awareness للأفراد والمنظمات والشركات عن أهمية التعليم عن بعد. دايما بقول لا تتبع الجميع، كوني نفسك وحققي كل أحلامك. بيل جيتس هو واحد من أثرياء العالم، قال إن كل شخص فينا بحاجة لكوتش. نصحت أوبرا وينفري إن يكون لكل شخص مدرب شخصي أو منتور، لأن ده كان من أهم عوامل النجاح بتاعتها هي شخصيا. كتير من الفنانين ورجال أعمال أثرياء حول العالم كله، محدش فيهم قدر يحقق النجاح ولا الثراء إلا بمتابعتهم مع مدرب شخصي أو منتور. أنت ممكن تجرب بنفسك على فكرة من غير مدرب إنك توصل لأهدافك أو الحاجة اللي أنت عايزها، بس احتمالية إنك تخسر مقدار كبير من الفلوس ده شيء أساسي يعني عن تجربة. وكمان هتاخد وقت كبير قوي في البحث في أماكن كتير وتعليم نفسك بنفسك، وضياع سنوات كتيرة جدا من غير أي فايدة، كله على الفاضي. طيب إيه اللي المنتور بيوفره؟ المنتور بيوفر عليك خسارة وقت كبير جدا، فلوس كتيرة جدا على الفاضي في محاولات النجاح اللي ممكن تمشيها من غير خطة واضحة. بيرسم لك طريق النجاح بتاعك خطوة بخطوة، بيدعمك بيتابعك عشان يتأكد انك بتحقق اهدافك، وكمان بيوفر عليك ضياع سنين طويلة جدا في التعليم بانه يديك خلاصة خبراته من سكيلز من المهارات اسف من كل شيء اتعلمه لسنوات طويلة اللي هي يعني كانت ممكن تاخد منك عمر بحاله. كل ده انت بتاخده على الجهاز تحقق النجاح اللي بتتمناه في وقت قصير جدا. انا عن نفسي من غير منتور ما كنتش حققت النجاح اللي انا وصلت له في الوقت الحالي. رسالتها 100 مليون عقل مستنير، هي عبارة عن بلاتفورم في أحدث الطرق للتعليم والتدريب اللي عمرك ما هتلاقيها لا في المدرسة ولا في الكوليدج. برامجنا مخصصة لمين؟ أول حاجة للفنانين، المخرجين، المنتجين والمشاهير. ثاني حاجة الكوتشز أو اللي حابب يكون كوتش أو اللي حابب يكون مشهور في أي مجال. ثالث حاجة رواد الأعمال. رابع حاجة اللي شغالين في التسويق الإلكتروني أو الفريلانسرز. كمان اللي عنده حلم كبير ومش عارف إزاي يحقق. الكورسز والخدمات. أول حاجة عندنا إزاي تقدر تحقق حلمك خطوة بخطوة. ده برنامج تدريبي قام بوضعه أكبر المدربين في العالم اللي هو اسمه طبعاً بوب بروكتور، في خطوات العمل اللي أثرياء العالم بيعملوها عشان ينجحوا. وده البرنامج ده مستوحى من كتاب Think and Grow Rich. الكتاب ده عمله نابليون هيل ودرس فيه المايندسيت بتاع الناس الناجحين وكتب فيه كل الأسرار بتاعة نجاحهم وازاي حققوا أهدافهم. مشى على البرنامج ده آلاف الناس اللي حققت نتائج رهيبة. مين المناسب للبرنامج ده؟ أي شخص حابب يحقق حلم كبير ومش عارف، سواء مثلا هدي على سبيل المثال للحصر إنك تكون مخرج أو ممثل ناجح أو مشهور، أو سواء رجل أو سيدة أعمال عايز يزود دخله 10 أضعاف. هتلاحظ الفرق الكبير في حياتك والنقلة النوعية من أول يوم تدخل في البرنامج ده. تاني برنامج عندنا هو برنامج تدريبي كيف تصنع نفسك أو شركتك كبراند أو علامة تجارية معروفة. هتلاقي نتائج في زيادة دخلك من أول 3 شهور بس. هنعلمك كل حاجة من A to Z، إزاي تعمل مشروعك الأونلاين أو تكبره وتحوله الأونلاين. ليه الأونلاين؟ لأن العالم كله حالياً متجه إلى هذا الاتجاه، وإذا أنت عملت دلوقتي وبسرعة وواكبت العصر هتجني استثمار استثمارك ده بسرعة ومش هتكون من الناس المتأخرة. هيكون البرنامج ده شامل ويب سايت، التسويق الإلكتروني وتجهيز العروض والمبيعات وكل حاجة خاصة بالمشروع خطوة بخطوة، يعني بيزنس كامل انبوكس. آخر حاجة وليس آخراً هو برنامج شامل الاثنين مع بعض، متكامل في الاثنين، في المايند سيت
وفي التولز والبيزنس. ازاي تحقق حلمك وازاي تصنع نفسك كبراند او علامة تجارية وتبدأ مشروعك وتطوره. شهادات الأكاديمية معتمدة لدى الأكاديمية بتاعت iMind من أمريكا، وفي بعض البرامج اللي عندنا بنبعت لك دعوة تحضر معانا التكريم والتقرب وكل المؤتمرات الخاصة بالأكاديمية أو مؤتمرات كوبرا سواء في أمريكا أو كندا. الخدمات العامة عندنا هي الاستشارات سواء معايا أو مع دكتور آدم، سواء عندك سؤال في البيزنس أو في التسويق أو عندك مشكلة حابة تلاقي لها حل أو حلم مش عارف تحقق. أنا آدم إبراهيم. ورجعنا لكم تاني بعد الفيديو الانترفيو مع دكتور آدم ودكتور سوزن. طبعا نماذج مشرفة وهم معانا هم شخصيا في مداخلة دلوقتي. المكالمة جاهزة دكتور سوزن؟ تمام. يا أهلا بحضرتك. معاك. أهلا بك يا شيري، وأهلا بدكتور آدم. كل القائمين على البروجرام عندكم، وأشكرك طبعا يا شيري على مجهودكم معنا. احنا اللي بنشكركم ان انتم مشرفينا سواء في امريكا، وان انتم كمان مش ناسيين مصر، ودلوقتي حابين كمان تيجوا تفيدوا الناس بعلمكم جوه مصر، يعني حقيقي الشكر من عندنا احنا. شكرا ليكي شيري، ده واجب علينا طبعا تجاه شبابنا واخواتنا الشباب والبنات، ان احنا نساعدهم دايما، وان احنا دايما نكون واقفين جنبهم ونديهم كل خلاصه اللي احنا اتعلمناها السنين اللي فاتت كلها ان شاء الله. ان شاء الله. طيب دكتور آدم، عايزين نسأل حضرتك، يعني كلمنا كده بكلمات حتى بسيطة عن فكرة الأكاديمية، يعني الأكاديمي فكرتها ايه؟ شوفي، هو مبدئيا هنبدأ ممكن برسالتنا. هي ايه رسالتنا؟ انا هختصرها في اربع كلمات: 100 مليون عقل مستنير. احنا عايزين اكبر قدر ممكن من النوليدج، اكبر قدر ممكن من العلم، من المعرفة، من القوة اللي يقدر يتواصل ليها البني آدم في نفسه، ان احنا نقدر نوصلها للشباب، ونقدر نوصلها لكل واحد يقدر ازاي يكون متحكم في اقتصاده، يقدر يكون متحكم في نفسه، يقدر يكون متحكم في اهدافه، عشان يقدر يوصل للحلم اللي هو بيدور عليه. باختصار، اي مايند اكاديمي هي كانت فكرة. زي اي حاجة بتبدأ فكرة وبتبقى في الاخر على ارض الواقع، مدام هي هدف وحلم انت محتاج توصل. اي مايند اكاديمي هي عبارة عن بلاتفورم، يعني منصة هيتواجد عليها مجموعة كبيرة جدا من الكوتشز العالميين، لايف كوتشز عالميين، مدربين عالميين، منتورز، هيقدروا من خلال الخبرة بتاعتهم ومن خلال النوليدج اللي عندهم هم يساعدوا الشباب ان هم يوصلوا لاهدافهم ويحققوا احلامهم. طبعا احنا بنهتم، او لمين هي اي مايند اكاديمي؟ طبعا هي لجميع انواع الفنانين، كمخرجين، منتجين، مشاهير، كوتشز او لايف كوتشز، اللي هم محتاجين فعلا يكونوا رواد في مجالهم، محتاجين يوصلوا لدرجه معينه من السكيلز والمهارات اللي هم فعلا يقدروا يحققوا بيها نجاح ويقدروا يساعدوا بيها غيرهم والناس توصل للنتيجه اللي هي بتدور عليها فعلا، من غير ما انا افضل احرق في نفسي واتعب وادور على حاجات كتير قوي عشان اوصل للناتج اللي انا بدور عليه. يعني باختصار حضرتك بتوجههم للطريق الصح، سواء انت او دكتور سوزن طبعا. بالظبط، هو اقصر طريق. تمام. طيب دكتور سوزن، كنا عايزين نسأل حضرتك على هل فكرة التدريب والاستشارات الأونلاين هل كانت فعلا مثمرة وحققت نجاحات؟ تمام. أنا بالنسبة كواحدة سينجل مام وعندي فور دوترز، عندي أربع بنات، كانت فكرة إن أنا أسيبهم في البيت وأروح الشغل دي كانت حاجة يعني مقرقاني جدا، يعني ما كانتش بتنيمني. فلما دخلت مجال التدريب اونلاين والاستشارات اونلاين، يعني بقت هي شغلانتي المفضله، يعني بستمتع بيها، مش بس هي مجرد شغل، لا بعملها بشغف وبحب. وطبعا هنا جربناها في امريكا وحققت نجاح
باهر جدا يعني، بدأت بسيدات الأعمال وعملوا شغل جميل جدا هنا. وأتمنى إن شاء الله قريب في الشرق الأوسط يكون في الوعي ده، اللي هو عن طريق التعلم عن بعد والبرامج عن بعد والاستشارات عن بعد، وأقدر أساعد كل واحدة إن هي تعمل مشروعها الخاص بالأونلاين، وده بيبقى طبعا أقل تكلفة من المشاريع اللي هي بتبقى موجودة فيزيكالي على أرض الواقع عن طريق برامجنا اللي احنا بنقدمها لهم. ويعني كل واحد حسب المجال بتاعه، حسب الاكسبيرينس بتاعته، وإن هي تقدر كامرأة تعمل من بيتها وتستفيد بوضعها من أولادها، وفي نفس الوقت تقدر تنطلق وتسافر بدون قيود وتعمل اللي هي عايزاه من غير عدد ساعات معين لازم تروحه أو تحضره ديلي. فدي كانت الفكرة الأساسية. والموضوع بسيط يعني، هي أبليكيشنز تبقى متوفرة لكل الناس صح؟ موضوع الأونلاين كل واحد حسب احتياجه، يعني في برامج قصيرة وفي برامج كبيرة. فإحنا لما بنتكلم مع الشخص، سواء أنا أو دكتور آدم أو أحد الكوتشز المدربين عندنا، بنتكلم مع الشخص وبنعرف احتياجه، فبنوفره البرنامج اللي هو بيحتاجه على حسب مجاله وعلى حسب خبرته. بس البرامج عندنا هو يقدر يعمل مشروعه الأونلاين right away، يعني على طول يقدر يبدأ مشروعه الأونلاين ويقدر يعني يدخله دخل في خلال شهر لثلاث شهور ماكسيموم. تمام. طيب دكتور آدم، يعني في ظل الظروف الحالية بتاعت كورونا، وطبعا العالم كله، مش هنقول بس مصر أو البلاد العربية، العالم كله شهد تضرر اقتصادي كبير جدا، فمن وجهة نظر حضرتك إيه الخطوات اللي ممكن الشركات والمؤسسات تتبعها علشان يقللوا من الضرر ده، أو يقوموا أو يفوقوا من الضرر اللي وقع عليهم، الضرر الاقتصادي اللي وقع عليهم؟ جميل جدا السؤال ده، لان هو يعني فعلا مطروح الفتره دي وبشكل شديد جدا محتاج اجابه. خليني ابدا الاول واقول، هل في ناس في ظل الجائحه اللي احنا فيها، في ظل الكورونا وكل الصعاب اللي احنا بنواجهها مثلا في هذا الوقت، هل في ناس ناجحه حاليا وبتحقق نجاحات ومكاسب ولا لا؟ اكيد طبعا لازم. ليه؟ لان الناس دي أو أصحاب الشركات دي أو أصحاب البيزنس ده أو الشباب اللي هم بدأوا مشاريعهم دي ابتدوا بمايند سيت مختلفة، ابتدى بعقلية مختلفة، هو أنا كرييت ماي أون إيكونومي، يعني أنا اللي بحقق الاقتصاد بتاعي وأنا اللي بخلقه، مش الظروف الخارجية هي اللي بتأثر عليه. وما دام في حد قدر إن هو فعلا يوصل ويتخطى الجائحة دي ويكسب كمان أكتر ويحقق مكاسب كبيرة، فمعناها إن ممكن أي حد يعمل زي كده. فأنا نصيحتي في هذا المجال هم حاجتين، وهم حاجتين بينفعوا لأي بيزنس أو لأي صاحب منشأة أو لأي صاحب شركة يفضل عليهم طول حياته هيحقق النجاحات. هم حاجتين، الانوفيشن والماركتنج. يعني إيه انوفيشن؟ يعني إيه ماركتنج؟ الانوفيشن ان انا اكون مبتكر في مجالي، مبدع، ان انا دايما بدور على الجديد ودايما بوصل لحاجه جديده في مجالي، بتعلم سكيلز جديده ومهارات جديده دايما عشان اتخطى بيها المواقف الصعبه اللي انا بواجهها، وعشان اقدر اوصل احسن خدمه واحسن منتج للعميل بتاعي. يعني كشركه، لو انت بتتكلم عن شركه فده شيء مهم جدا. تاني حاجه هي الماركتنج، ازاي انا بكون في السوق ومتواجد في ظل جائحة زي كورونا أو أيا كان الموقف الصعب، إن كان ضربة اقتصادية عالمية، إن كان وباء، إزاي أنا بكون موجود وإزاي أنا بقدر إن أنا أساعد الناس اللي موجودة حواليا بدون انتظار عائد، عشان خاطر أقدر إن أنا أأثر في المجموع اللي حواليا والمجتمع اللي أنا عايش فيه، وبعد ذلك هيكون العائد هيكون موجود وواضح وصريح جدا، لانك انت اديتهم من القوه، من التسويق، من التواجد على ارض او في الساحه زي ما بنقول، انك تقدر تكون متواجد في وسط هذه الجائحه، في وسط هذه الخطرات الكبيره اللي ممكن اي حد تاني بيخسرها، وانت بتكون بتساعد، بتقدم الخير، بتقدم دايما المعلومه اللي عندك بدون ان انت تستخسرها في اي حد تاني. فبعدين انت بتكون الشخص اللي هو بيلجأ اليه، او الشخص اللي هو المصدر بتاع الاكسبرتيز او بتاع الخبره. فدايما نكون سباقين بالخير، دايما نكون سباقين
بالقوه في الماركت، وبننزل بقوه، بننزل بشده، عشان بعدين انا لما يحتاجني حد اقدر اكون موجود واقدر اساعد. فهم حاجتين مهمين جدا لازم نركز عليهم، هي الانوفيشن والماركتنج. اللي بالنسبه لصاحب اي شركه موجوده حاليا في السوق بتخسر او خسرت او بتتضرر من الوباء اللي احنا موجودين فيه. يبقى نفهم من حضرتك ان يعني اهم نقطتين الابتكار والابداع، وان يعني كل واحد يكون عنده فكر، وطبعا لما يكون في ناس خبراء ويعرفوا يساعدونا ان احنا نكون عندنا افكار صح زي حضرتك مثلا، يبقى طبعا نلجأ لهم، يعني نلجأ لهم للنصيحة. مظبوط طبعا، ان احنا نلجأ للمختصين، نلجأ للاشخاص اللي هم عندهم او حققوا نجاح في المجال ده قبل كده، او وصلوا لنتائج مثمرة فيها ونتائج واضحة وصريحة، ان احنا نلجأ للمختصين دول عشان يختصروا علينا السنين الضايعة والوقت الضايع والمال المهدور في مظبوط ان انا احافظ على البيزنس ده، او ان انا اكبره وان انا اطلع بيه لقدام. مظبوط. احنا بنشكر حضرتك جدا يا دكتور ادم، بنشكر حضرتك جدا يا دكتور سوزن، انتم نموذج مشرف لينا، بنتشرف بيكم تاني، وبكرر شكري تاني ليكم ان انتم مش مجرد بس ان انتم ناجحين في امريكا وخلاص اكتفيتوا بكده، انتم دلوقتي بتحاولوا كمان تساعدوا الناس هنا في مصر. فشكرا، ووصلنا لنهايه حلقتنا، اتمنى تكون يعني عجبتكم وما نكونش تقال عليكم، واستنونا في حلقه جايه من شباب شو. الى اللقاء. Thank you.